مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نائم من قناة نيمو. الفيديو اليوم بيحكي عن تحديث 12.21 نزل اليوم، ونزل فيه شيء خرافي جدا اللي هو سكين أورو وبعض الأشياء عنه. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو ليوصل لأكبر عدد الناس، ويلا مشاهدة ممتعة. قبل ما أبلش عن هذا التحديث أي شيء، نزل معنا أشياء خرافية اللي هي عن سكين أورو. ما بعرف شو صار بهالموضوع، هذا سكين أورو صلوا عم يتنقل معنا من السيزون 1 ولحد الآن ما طلع أي شيء عنه. هلأ بهذا التحديث طلع أشياء جديدة عنه، بس قبل ما أحكي عنه رح أحكي لكم شوي عن التحديث شو نزل فيه وبعض الإصلاحات الصغيرة اللي حصلت فيه. فإذا حابب تبدأ عني لا تنسى كل الدعم بالآيتم شوب اللي ظهر أمامكم، مستر شرطة هيرو. بالنسبة لمود البطل رويال، تم اصلاح بعض الاشياء اللي هي مود السباي جيمز. مثلا في عندك لما انت تفوت على مود السباي جيمز الجديد الخاص بلعبة التجسس، كنت تقدر تعلق على اللودينج سكرين وما تفوت على اللعبة، فهي القصة تم اصلاحها. في قصة تانية كمان اصلحوها باللوكر، اللي هي انك انت لما تحط السكين تبعك او تغير له البيكاكس او تغير له اي شيء ما كان ينحفظ التغيير، واحيانا تفصل القصة. فهلا تم اصلاح القصة، ولما انت تغير اي شيء بالسكين تبعك او تغير البيكاكس تبعك كمان تقدر تحفظها، وتم اصلاح المشكله بشكل طبيعي. وتم اصلاح مشكله الهاربون اللي هو مسدس الصيد اللي بنعرفه كلياتنا، هذا كان ما بتقدر تصيد فيه الاغراض. مثلا لو انت واقف بعيد وبدك تسحب ميد كيت او تسحب لوت مثلا من شخص انت قتلته بعيد عليك شوي، ما بتقدر تسحب فيه، كان بس للصيد. بس هلا تم اصلاح المشكله وبتقدر تسحب فيه اغراض. انا واحد من الناس اللي امبارح كنت عم بلعب وعم حاول فعلا اسحب فيه غرض، ما قدرت اسحب فيه غرض، فطلع في هذا جليتش او غلط باللعبة. اليوم تم اصلاحه بهذا التحديث. وفي تبع لقطة الاسلحة اللي انت لما تكون ماشي اي مكان خانة عندك فاضية تحت، بتلقط سلاح اوتوماتيكي، بتسحب سلاح اوتوماتيكي اللي عندك على الشنطة تبعك وبصير معك. هذا تم اصلاحه، كان قبل ما يقدر يسحب او كان في شوية مشاكل انك انت مثلا ما تقدر تاخذ سلاح انت وماشي. لو عامل ميزة الاوتوماتيك انك انت لما تمشي يكون عندك خانة فاضية، اي سلاح بالارض او اي شيء بالارض يسحبه ويصير عنده بالشنطة. هاي قبل كان فيها مشكلة انك انت ما بتقدر تسحب بشكل اوتوماتيكي، اليوم تم اصلاحها لهي المشكلة. يعني تم اصلاح معنا 5 مشكلات بهذا التحديث. بس الشغلة الخرافية اللي احنا اليوم بنركز عليها كتير اللي هو سكين اورو. سكين اورو مثل ما شايفين امامكم نزلوا تحديات جديدة بهذا الاسبوع او بهذا التحديث يعني، فمو معروف هل رح ينزل بهذا الاسبوع او هل رح ينزل بالسكين بالايتم شوب. لحد الان مو معروف شو سيرته هذا سكين اورو، ولا اي تلميح عنه، ولا اي تلميح انه هو نزل بالايتم شوب. مثلا اللي احنا بنقدر نلعب باعدادات اللعبه لو هو نزل سكين باعدادات اللعبه وبنطلعه بالايتم شوب ومن هي، بس هو نزل من فتره باعدادات اللعبه وقدرنا نطلعه احنا بالايتم شوب وباللوكر تبعنا ونلعب فيه حتى، بس هلا ما نزل اي شيء يوضح هذا الكلام. نزل معنا بس تحدياته. مثل ما شايفين في شغله قبل ما نحكي عن التحديات، ميداس نفس العلامه عنده على عينه، وهذا السكين نفس العلامه عنده على عينه. فهل هذا الشيء رح ينزل، هذا السكين اورو رح ينزل بالايتم شوب، ولا هل رح يكون ستايل لميداس، ولا هل رح يكون تحديات؟ لحد الان مو معروفه الموضوع، يعني لحد الان مو مكشوف، وكلياته الغاز من وقت السيزون الاول، وقت ما خلصوه كله الغاز بالغاز، وما عم نفهم شيء نحن لحد الان. بس بالنسبه للتحديات اصدقائي، التحديات اللي هي اول تحدي منه بدك تساعد اصدقائك انه هن يجيبوا 10 كيل عن طريق لعبك السكواد، انه انت مثلا تدمج وهن يفنشوا وياخذوا الكيل. هيك هي بتنحسب هاي المهمات بهالطريقه، هاي بدك تعمل القصه 10 مرات. وفي التحدي اللي بعده اللي هو بدك تلعب 10 ايام او 10 ماتشات مع رفقاتك، كل عليك انك انت تلعب دو او سكواد مع حدا من اصدقائك 10 مرات وهيك انت بتخلص. والتحدي الثالث اصدقائي اللي هو انك بدك تجيب 1000 دمج باي سلاح كان او باي طريقه كانت، مو مشكله باي مود كان، بدك تجيب انك 1000 دمج بهذا التحدي وهيك انت بتخلصه. التحدي الرابع اللي معنا اللي هو بدك تحصل 40 ميدالية. هدول الميداليات مثل ما بنعرف بيعطوك ميدالية سيرفايفل اللي انك انت تضل توب 50 او تضل توب 15 او تضل توب 10 بهالموضوع هاد يعني. وفي عندك كمان ميدالية اللي هي فتح اللامات، فتح الشيست، التكسير، في لامات كتير يعني، في لامات تبع الكلات، كل ما تجيب كلات عالية على الخمس كلات والعشر كلات. انه انت كل عليك انك انت تجيب 40 ميدالية. هدول ميداليات بتجيبهم بس انك انت بس تلعب، يعني بس نزل جيم ولعب اي جيم كان، سولو سكواد تيم رامبل، المهم انك انت تلعب وتجيب 40 ميدالية شو ما كانت تكون. الميداليات ظاهرة امامكم بالصورة شو هنن وشلون بتحصلهم وشو هن النقاط اللي تقدر تحصل فيه. فبس هي قصة الميداليات والتحدي الاخير.
بس شو هن الجوائز؟ الجوائز لما انت تخلص كل التحديات رح يعطوك هذا البيكاكس الخرافي جدا اللي هو الذهبي اللي صار امامكم بالصورة. هذا حلو كتير هذا البيكاكس الصراحة تبعه. ولما تخلص 2 من التحديات اللي هلا انا شرحت لكم ياهن بيعطوك هذا الجريد اللي هو غلاف الاسلحة وغلاف الطيارة وهيك لونه ذهبي وعليه نقط سودا وحمراء ومدري شو هو. فهدول من التحديات بيعطوك هدول الجوائز. بس تحدي الان مو معروف هذا السكن هلا حينزل بالايتم شوب، هلا حيكون ستايل تاني لميداس، هلا حيكون هذا الشيء تشويق لنا وهن بدهم يعملوا شغله لحنا ما بنعرفها او ما بنعرف شو هي. لحد الان الموضوع مو ظاهر الصراحه، وما حبيت اي شيء احكي او اهبط انا بالموضوع لكم نازل ايتم شوب وتحديات وهيك. بس احنا كل اللي عرفناه انه ميداس وهذا السكن اورو شبه بعض بعلامه العين، فممكن لا تستغرب اي شيء يكون، ممكن يكون ستايل اخير، ممكن يكون هذا باخر السيزون مثلا انه انت تعمل تحديات بصير عندك ستايل تاني لاورو او ستايل تاني لميداس يعني. فلحد الان مو معروف شو هو الموضوع، بس هذا هو التسريب اللي صار معنا اليوم بتحديث 12.21 وكل شيء اضافات وكل شيء تحديثات واصلاحات صارت بهذا التحديث. فبس هذا هو مقطعنا اليوم، بتمنى يكون عجبك واستفدت بمعلومة. لو حابب تدعمني كود لايتم شوب ظاهر امامكم بالصورة اللي هو مستر شرطة هيرو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الجرس ليوصلك كل جديد، وحط لايك للفيديو يا حلو، وبرعاية الله.